في إطار برنامج الزيارات التفقدية والتفتيشية، قام قائد القوات البرية اللواء عمار عثمية بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القطاع العملياتي جنوبي شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 18 جانفي الجاري، حيث كان في استقباله اللواء محمد الطيب براكني نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. وخلال الزيارة قام قائد القوات البرية بتفقد وتفتيش عدد من وحدات القطاع العملياتي جنوب شرق جانت، حيث كانت له عدة لقاءات توجيهية أسدى خلالها جملة من التعليمات والتوصيات، حثا إطارات ومستخدمي القطاع على مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية الميدانية الهادفة إلى الرفع من القدرات العملياتية والجاهزية القتالية لوحداتنا.